هذا بارت 2 طبعا، الجزء الثاني للطفل الجوال. متابعين اي شيء بدكم يا اكتبوا بالكومنت، بس الله يخليكم، اللي يشوف اي فيديو انا بنزله فيشترك بالقناة فورا. تكفون متابعين، نبي نوصل 500K باقرب وقت. يلا طبعا خلينا ننظف ذا الحوسه اللي انا حستها بالبدايه. اول ذا الفرشاه نغسلها هنا، خلاها تطبخ. طيب هذا اللون على طول كمل، بقول لكم ذا كمل، هو البرتقالي اورنج هذا كمل. يعني لما انا كنت بزين مشروع لي كمل، ما ادري كيف يعرض. اظن شفت وجهي صح؟ صح الجواب اللي غلط. يا زين بعد لو سمحت بليز، بعد 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 القلب الاحمر عاد مليان، كل المليانات الا الوردي اكله والبرتقال. طيب ما عجل خلصنا. يلا بشي رح كم دي لونس، عاد لونس نشا خلاص بصبحك ولا زرق. مسكي طيب الكاميرا، هذا هو لون بلو عظامي زي كذا. كثرت لا سوي شيء بالكوفة. خلاص بتوني لوني لايت شوي شوي، يعني شوي شوي. يلا هي بتلون، خلينا نحس حوسه. والله انا في حوسه. طيب هذا ايش تسوي؟ ها عندي فكره. خلاص خلص خلص وغسليها. طيب بدخل فرشاتي. شو ابي فواش تسوي؟ ما تقدرين حكر. يلا سيوف انتظرين الحين خلص بسرعه. بروح اغسل، بروح اغسلها. طيب بروح اغسلها. لا 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 ما قلبي هذا يحتاج له مغسلة. نشوف طيب في حد؟ ما في حد. اسكتي.